مرحبا، اليوم بدي اعمل لكم الرز البخاري. ان شاء الله اكله لذيذه وبتنفع للمناسبات والعزايم. وهاي الرز البخاري هو الاكثر شيوعا في تركستان، هو طعام كل يوم في المناسبات والاعياد، يعني زي عندنا المنسف والمفتول. وروايات بتحكي انه اجا من اسيا الوسطى من الهند. المهم هو طبق لذيذ، التركستانيين يسمونه اوش، ومعناها في لغتهم الطعام، وكان الطعام الرئيسي للجيش. فكان تيمور لانك ياخد القدور الكبيره، طبعا هو كتير سميك القدر تبع الرز البخاري، وهيك غميق، في له سماكه معينه عشان يستوي وينضج الرز بطريقه كتير هاديه. هو طبق دسم، ولازم تظهر علامات الدسم على الطبق، واذا كان الدهن قليل دليل على عدم نجاح هاي الطبخه. وعشان هيك اغلبهم بيعملوها باللحم، بس انا اليوم راح اعملها بالدجاج. واذا بدكم باللحم ارجعوا لفيديو المندي واعملوا طريقه اللحم نفس طريقه المندي طبعا بطريقه الشوي. واذا بدكم كمان تدخنوها، في ناس بيطبخوها على الفحم. طبعا الدجاج بدي مثلا لكل دجاج تقريبا او دجاج ونص حسب افراد العائله كيف بحبوا كميه الدجاج. بدي كاستين، اربع كاسات رز، بدي اعمل اربع كاسات رز. بدهم راسين بصل، قطعه زنجبيل، وست سنون تومه، هيني انا فرمتهم هون على المحضره جاهزين. عندي كوب تقريبا، كوب زبيب، عندي حبتين بندوره لكل اربع كاسات رز، عندي حبتين جزر، ولازم نبرشهم، حكينا برش خشن احسن لانه كمان منظرهم احلى وبضلوا مبينين بالرز. بعدين في عندي البهارات الخشنه اللي هي كمون ناعم، وفي عندي اليانسون، شو اسمه، قرفه، ورق غار، راح احط حبتين لومي ان شاء الله ما انسى. طبعا هو موجود بالبهارات تبعتها. هون عندنا البهارات الرز البخاري، هاي اللي بالكاسه، هاي كتيرة طبعا، معلقتين كبار مطنطرين، معلقتين كبار رب البندورة. وبعدين عنا الكمون، حطينا كمون حب، ورح نحط كمان ناعم عشان يعزز النكهة. هي نكهتها بالجزر وبالكمون. عنا كزبرة، جوزة الطيب وقرفة، جوزة الطيب وكبش قرنفل، شوية زنجبيل، تومة ناشفة، فلفل أسمر. طبعا حطينا الزنجبيل احنا مبروش، بتقدروا تحطوه كمان ناعم، هيل وكركم وتومة ناشفة. بدنا نغز، هذا آخر إشي، الفلفل الأخضر بحب طعمته أنا بالرز بدون ما تفتحوه، بتغزوه آخر مرحلة، بتحطوا على زي ما عملت بالمندي بالضبط. عندي هون رز الزهرة، رح أخذ نص الكمية، وإذا نسيت باخذ من اليخنة أو البدوة اللي رح أعملها، البدوة نفس ما عملت بالمندي باخدها، بس طبعا قبل الزبيب للكيتو، قبل الزبيب لانه انا نسيت بالمندي وحطيته. وفي ناس حكوا لي ما بصير تحطي الزبيب، انا لاني لو كارب بصير اكل، بس هم الكيتو يشيلوه، فانا اذا نسيت راح اخذ منه مع نص كمية. هاي نص كمية رز الزهرة بتكفيني يومين، هاي راس زهرة يعني كبيرة، راح اخذ نص الكمية ليومين. وهيك خلصنا الاغراض. راح نحط زيت، سمنه اللي بدكم اياه، سمنه حيوانيه او بلديه، بدكم زيت زيتون، زيت نباتي، زبده اللي بدكم اياه، ومنبلش نطبخ زي ما طبخنا رز المندي بالضبط. بس بدي احكي لكم شغله بالنسبه قبل ما ابلش طبخ البسباس. سالوني عن البسباس، هاي البسباس اللي هو عباره عن البندوره، تقريبا اربع حبات كبار، هدول فيهم كبار وصغار، بس تقريبا يعني حبات كبار لازم يكونوا، تحركت الكاميرا، اربع حبات كبار، هيهم زي هاي تقريبا اربعه، ثلث سنون تومه، ربع بصله، بقدونس، ملح، وشويه كزبره، وعلى الخلاط، وشويه الملح بتظبطوه، وما في لا زيت ولا اي شيء. في ناس بحطوا شويه فلفل اسمر، هي الهدف منها هي انه يعطيكي حرقه. واذا بدك كمان حطي شطه. وهذا هو على المحضرة بالخلاط، هي هيك بيطلع البسباس. بنقدم جنبه كمان سلطة خضراء أو سلطة مع بندورة، لبن، مقبلات خيار ومخلل خيار، مخلل بتنجان اللي بدكم إياه، المقبلات اللي أنتو بتحبوها. وهي أنا نقعت الرز طبعا، هي منقوع، طلعوا كيف نفش.
مغسول طبعا منيح منيح، انتبهوا للغسل الرز عشان فيه بكون ادويه عشان ما يسوس وعشان القوارض وعشان حفظه يعني، فبتشيلوه بضلكم لبين ما المي تصفى. شوف كيف المي انا عندي صافيه وهي عليها ملح وخل وصارت يعني نفشانه. طبعا انا ما بنقعه كثير، تقريبا ربع ساعه لنص ساعه بالكثير. طبعا هون حطيت انا جوزة الطيب طحنتها مع القرنفل فما في داعي احط. وهلا بنبلش. طبعا انا بدي احكي لكم لاني بعمل البدو انا على جنب، لاني بحب احمص الرز. في ناس ما بحبوا يحمصوا الرز، بحطوه كله بالطنجره الكبيره ورا بعض وبيخلوا المي تغلي مع مرقه الدجاج. طبعا انا مرقه الدجاج على الغاز حطيتها. راح تحكوا لي من وين جبتي مرقه الدجاج؟ انا دائما عندي مرقه دجاج اذا في طبخات بدها سلقتها سلق، او في عندي بصير عندي زياده لما بعمل شاورما او بعمل شيش طاووق، ارقاب وظهورة وعظم واشياء زي هيك بحطها باكياس، ولما يكون في شوي ما راح يطلع معي مرقة دجاج بستخدمها بطلعها من الثلاجة. هاي دجاج مكتوب عليه دجاج للشوربة لانه لما يتجمد ببطل اميز ايش اللي جوا. هيو باتنين 11 جبته دجاج، وهي دجاج للشوربة طلت كيس وضل عندي كيس. فانتو بتظبطوا حالكم قبل بيوم، بتحط تحضير المسبق بكل هاي الاشياء. وهلا خلينا نروح على الغاز ان شاء الله يساعدني لانه الفرن شغال والغاز راح يكون شغال. فهاي المكونات هلا بننزلها ورا بعض، الرز قصدي زنجبيل بصل تومه وباقي المكونات ورا بعض ورا بعض تحميص. نربط هاي الشاشه وبنحطها واخر اشي بنحمص الرز. مرحبا، هلا رجعت لكم. انا بدي اعمل الخلطه او البدوه تبعت الرز البخاري في طنجره على النار. بنحط هي حطيت هنا اللومي عشان ما انساه. راح احط كمان شو عندي هنا، راح احط هاي ان شاء الله ما تنفك، وهي هدول بيعطوا نكهه. وطبعا البصل الزنجبيل والثومة مع بعض سريع سريع. هلا هيك الخلطة كلها ورا بعض اللي هي اسمها البدوة، او انا بسميها البدوة تبعت اليخنات او تبعت الرز، كان للكبسة او للمندي او لكل اشي انا بعملها زي هيك. وممكن تحضريها تحضير مسبق قبل بيوم، وممكن تحضريها الصبح اذا ما معك الوقت. طبعا كل اشي بصير على النار ورا بعض. هلا هيك خلطناهم. لازم انا احط مرقة الدجاج على النار عشان لما اعمل الطبخة تطلع كلها سوا، الدجاج بالفرن ومرقة الدجاج هلا على النار وانا بحرك. طبعا هلا هاي الخلطة شو ريحتها بتطلع بتجنن مع الجزر والبهارات والتشكيلة هاي الرائعة. هلا انا بعمل الخلطه كلها وباخذ لإلي. هلا مبلش باخذ لإلي من بعملها من رز الزهره، وكمان نفس الاشي ما باخذ حكينا سوائل. وهي البهارات الناعمه اللي حكيت لكم عنها كلها على النار. نحرك نحط رب البندوره وشوي بنطبخه كمان. في ناس بحطوا مع رب البندوره سكر، انا ما راح احط لاني بعمل طبخ لإلي فيفضل ما احط. وهيك كل الخلطات جهزناها. شو ضل؟ ضل احط البندوره.
هاي طبعا جهزتها امبارح بالليل، خلطتها، حضرت مكوناتي، قررت شو بدي اطبخ، وبلشت اعمل هاي الخلطة، هاي اللي بسموها الكشنة او اللي هي الخلطة هاي بالزيت والسمن. طبعا هلا انا راح احط بالطنجرة الكبيرة، لا تخافوا، هلا كله راح اضبطه، بس هاي هي البدوة تبعتي اللي انا بحس انه انا ما بعرف اشتغل غير فيها، بحط فيها كل المكونات. طبعا دجاجاتي بالفرن، ممكن تقدموه بجاج مقطع، ممكن تقدموه وتعملوا له حتى هاي الخلطة، الدجاج المقطع بعمله أنا بنفس خلطة الرز البخاري، إذا عملت مندي نفس خلطة المندي، لأنه أنا ما بقدر أحط، مش راح أحط دجاجة بالعزومة بس أو دجاجتين، فما بقدر أحطه كليته بالطنجرة، هم كله بحطوه بالطنجرة بقلبوا الدجاج أو اللحم، وبعدين بضيفوا له باقي المكونات. هلا راح اشيل شوي لإلي، طبعا عشان قبل مرقة الدجاج، عشان هي الرز الزهرة اصلا ما بياخد سوائل، فبرجع ممكن اخذ له شوي من مرقة الدجاج بس مش كتير. هي اخذت انا حصتي حتى هيك كتيرة. هلا راح احط عليها نص كمية رز الزهرة واطبخها على جنب، وهون راح احط مرقة الدجاج. اتركها تتسبك مع بعض، راح اخذ لي شوي، يمكن انا احتاج مرقة دجاج. هلا انا بتركها تتسبك، وهون بهاي المرحله بدكم تذوقوا الخلطه وتذوقوها وتشوفوا طعمتها اذا ظابطه ولا لا. خليني اشوف، لازم تكون مالحه. بدها شوي بس، انا هلا راح احط الملح على يما سخنة. هاي مساكتي كله مع السرعة، خايفة الكاميرا تطفي، أنا بخاف الكاميرا تطفي وتفقسني. هلا هون السمنة البلدية أو اللي بدكم إياه، وطبعا هون عشان ما أنسى رح أحط الزبيب على طنجرة البدوة. هون رح أعمل شو كمان، ابرش شوية جزر. خلينا نحط هون البهارات كمان نعزز النكهة، هون زبيب كمان عشان يعطينا نكهات زاكية كتير. ان شاء الله تكون كاميرتي بتصور يا رب. سريع سريع، انا هيني صفيت الرز، هاي الرز مصفى، وهاي البدوة على النار الجهة الثانية، وان شاء الله كل الاشياء تكون قدامكم. وهلا بدي انا احط كمان جزر، هاي بسموها كشني، هاي احيانا بشيلوها بيعملوها وبشيلوها بحطوها على وجه الطنجرة، وبعدين برجعوا بشيلوها وبحطوها على وجه الرز، هاي بتعطي نكهة كمان كتير زاكية، بس انا ما راح اعمل هيك، راح احطها بس، راح اعملها بس عشان النكهة. برجع اطحن كمان شوي، هيني انا معاكم اشتغل خطوة بخطوة، ما بضل علي غير اني اقلب الرز وبعدين احط عليه البدوة وبستناه لحتى يستوي. ما في تدخين، اللي بده يدخن يدخن، انا ما بدخن الرز البخاري، بحط بس اخر اشي اخر ربع ساعة برون الفلفل بغزهم بالطنجرة، وهيك بتكون الاكلة طبعا جهزت. شايفين هاي، احنا حكينا لازم نكون كريمين بالزيت، يعني انا عامله تقريبا 6 أو 7 كاسات رز،
فبقل بس تسيح، بدي ابعد شوي الكاميرا اطفي عن هاي بعدين برجع لكم. هي تسبكت الكشنة عن النار او اللي هي الارضية تبعت ال وهلا هيك تسبكت. هلا هيك بعد اللي محمصتها أضفت كل المكونات. هيك صارت بصير الرز، الرز حكيت لكم بصير يلمع، بس يصير يلمع ونضيف عليه باقي المكونات. هلا بنضيف مرقة الدجاج ومنظبط الملح، نظبط الملح وبس تبقبق بنحط لها الحديدة وبنتركها على النار لبين ما تستوي من نص ساعة لثلث ارباع الساعة. وجربوها وما رح تندموا يا جماعة، أكلة معتبرة تقدم للملوك. هلا أنا بدي أظبطها طبعا عقدتين الأصبع فوق الرز، ضبطوا الملح، ضبطوا النكهات، شوفوا البهار بلكي عندكم بكون ناقص احيان. خليني اخذ هاي مغرفة رز الزهرة او من المعلقة، بدها شوية ملح، نعمل اضافة للملح. لازم تكون مالحة عشان تطلع الرز مزبوط مزبوط. وهيك بنكون خلصنا الطبخة. انا لسه بدي اضيف مي، لازم ارفع المي عقدتين اصبع حكيت عشان يتفتح الرز، وما بنقدمه فورا، لازم نستنى عليه ربع ساعة نص ساعة، يعني يفضل انك تطبخيه ابكر من التقديم بنص ساعة عشان تضمني انه هيك يرتاح الرز وتتفتح حباته. وجربوا ما رح تندموا، لا تنسوني باللايك وبالشير وبالاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وفولو على الانستغرام تيك توك يا جماعة. وهلا بنحط الحديد على الجهة الثانية، بستنى عليه بقبق وبعدين من ستويه. وصحتين وعافية، بنروح لكم بعدين على التقديم. اكلنا صار جاهز على السفرة،
بدي أوجه تحية لرفيقتي وحبيبتي أنهار بالكويت اللي طلبت مني الرز البخاري، وهي أحلى وألذ دجاج محشي ورز بخاري وأزكى سلطة بسباس في الدنيا، وصحتين وعافية، بحبكم.